أنا ما بعرف شيء، لا منين طلعوا ولا منين فاتوا ولا كيف أخذوا الأسرة. قول يا عصام، كلياتهم اعترفوا، حتى خالك أبو قاسي. خالي أبو قاسي، الله يصلحك يا خالي أبو قاسي. ليش هيك عملت؟ أمرك سيدي، أنا رح أقول اللي بقلبي وأمري لله. قول عصام، قول. روح روح خيط بغير هالمسلة وأنا أبشوكك. شو رأيك؟ قلت لي تقيمي جثة من البيت وتدفنها بمحل بعيد. ايه ايه كان ابو دراع، هيك بيكون البيت بالسليم ومنقدر نبيعه يمين ما كان. بس ما لقلك، انا ما خصني بشي بنوب. شلون يعني ما خصك بشي؟ مو انت بدك تقسمني بنص حق البيت؟ انت بتحمل الجثة وبتطلع فيها برات الحارة. شو خايف ابو دراع؟ جثة حرمتك اكلت دود وصار عظامها مكاحي. مو ابو دراع اللي بيخاف نمس، كل واحد بياخد حق تعبته. انت بدك تاخد نص حق البيت وبدون ما تشتغل شي، بتساوي اللي اتفقنا عليه على دوز بارا وبتخلصني من الجثة اللي بالبيت، وقتها بتصير شريكي. وانا موافي. امتى بدك تبلش؟ بسو بل ايه بلي دي، خليني نشوف البيت بالاول ودلني وين دفنت للمرحومة واترك الباقي على النمس.